الهاتف معنا من بيروت أستاذ مصطفى علوش النائب السابق في البرلمان اللبناني. أحييك أستاذ مصطفى. أهلا فيك. إذا المشهد الانتخابي شارف على الاكتمال، ننتظر غدا الانتخابات في الداخل ومرت أيام أو يوم على الانتخابات في الخارج. كيف تنظرون إلى هذا المشهد الانتخابي؟ كيف تجري الاستعدادات للانتخابات في الداخل؟ وهل ستنعكس الانتخابات في الخارج على الانتخابات الداخل؟ الانتخابات في الخارج حقيقة هي انتخابات رمزية من ناحية الأعداد التي شاركت، ونتائج هذه الانتخابات لن تعلن إلا مع الانتخابات العامة التي ستدور على مدى 12 ساعة غدا. عمليا الجو محتدم من الناحية الانتخابية، لا يتعدى المنافسة الطبيعية التقليدية اللبنانية بعض المظاهرات، بعض الاحتفالات، بعض المهرجانات وبعض الإشكالات المتفرقة، ولكن عمليا أرى بأن الأمور لا تزال من ضمن التقليد اللبناني من ناحية الانتخابات. يعني هل من أي توقعات للنتائج؟ كيف سيكون شكلها مبدئيا؟ الواقع بأن طبيعة التركيبة اللبنانية لن تسمح بتغيير هائل في موازين القوى القائمة. لذلك الشيء الوحيد هو أن هناك وجوه ستتغير، وربما أيضا هناك بعض القوى التي تحاول أن تتحصل على حصص أكبر من الناحية البرلمانية، لكن بالنهاية النظام الطائفي اللبناني الذي ركب منذ سنة 1943 لا يعطي فرصة لقوى لا سياسية ولا مذهبية بأن تتفوق على الأخرى. شكرا جزيلا من بيروت أستاذ مصطفى علوش النائب السابق في البرلمان اللبناني، شكرا لك.